في جدة، وإن شاء الله نبني عليها. في معانا المخترع الأستاذ حسين شمرتي، أرسل هنا على الشات يقول أنشئ معمل للأسمدة العضوية الأول من نوعه في مشروع الواحات الصحراوية ضمن محافظة الأنبار، تحقيقا للرؤية الطموحة لدائرة الغابات ومكافحة التصحر. وكل المكائن ما شاء الله تبارك الله هي من تصنيعي، وحاصل على عدد أو عدة براءات اختراع. جميل جدا دكتور مهندس أو باشمهندس حسين، ولو تبغى الداخل تفضل أستاذ حسين، افتح المايك من عندك أستاذ حسين شمرتي. ما أدري الصوت مسموع. طيب معانا الدكتورة منى نور السلام الدين، عليكم. عاوز تفضل أستاذ حسين. الله يسلمك، رمضان كريم علينا وعليكم، إن شاء الله خير. علينا، الله يحفظ الله عنك إن يعطيكم شاء الله. العافية، شرفنا بلقائكم، إن شاء الله كل لقاء خير. الله يحفظك إن شاء الله. الله يعطيكم العافية. نعم. أنا مصنع ومخترع ميكانيك بالمكنة الزراعية، وأحصل على عدة براءات اختراع بهذا المجال. نعم، غالبية براءات الاختراع الموجودة اللي عندي أنا أنفذها بيدي، يعني أنا أصنعها وأنا أنفذها وأنا أخترعها ما شاء الله. وأطورها لعدة سنوات. أقدم براءات اختراع يعني أنا مستثمرها بمشاريع الأسمدة العضوية وزراعة الفطر المحاري والفطر العادي، يعني هذا نعم مشاريع اللي منفذها بكل محافظات العراق، بحدود ال 15 محافظة أنا منفذ مشاريع الأسمدة العضوية. هاي الأسمدة العضوية هو علم جديد، هو قديم من ملايين السنين، لأن إحنا بالغابات نشوفها الأسمدة العضوية شلون تنمو وشلون هذا بالغابات، ولهذا الغابات تكون متكاملة بالنسبة للأسمدة. الأسمدة العضوية توفر لنا المي بحدود 35 الماء 35% من توفير الماء للزراعة، وتطور التربة نحو الأحسن بالنسبة للعناصر الصغرى والكبرى. أنا تجربتي طبعا دعم ما موجود حكومي، الحمد لله والشكر، مؤسسات حكومية ماكو دعم، منظمات دولية ماكو دعم، فأنا للأسف دعم بس أنا والله سبحانه وتعالى، الدعم من الله سبحانه وتعالى ومن الشرفاء، يعني مثل تجمعكم هذا الشريف إن شاء الله. أتمنى أنه تطلعون على المكائن بحدود 250 فيديو على قناتي على اليوتيوب، موجودة تصنيعي وتصنيع البراءات الاختراع مالتي والإبداعات إن شاء الله ببركة الله سبحانه وتعالى ودعمكم أنتم إن شاء الله. أنا أحب أنه أشارك بأي مشروع في أي دولة، أكون أنه أتمنى أنه أشارك بأي مشروع بأي دولة، ها تكون مساندة إلي بدون أنه أنا أحد يشاركني ببراءات اختراعي، لأن هذا حقي الشخصي. هذا أول شيء، أنا ما أريد أنه مثل سعادة الدكتور أشرف يقول إحنا نشارك براءات الاختراع، أنت ما لك حق أنه يشارك براءات اختراع هي منفذة أساسا ولا تقدر تطورها. صح كلامي؟ وتحياتنا لكم كمجلس وكجنابك الدكتور محمد السراحي شكرا والدكتور أشرف. شكرا استاذ حسين. قد يكون بس هي صياغه دكتور العباره اللي هو دكتور دكتور استاذ محمد، حسين هو عمليه الاستفاده، لانه قد اكون انا عندي البراءه لكن انا زي ما قلت انت الان ما فيش دعم، ما في، لكن زي مثلا الدكتور اشرف والشركات اللي هو لا، هم عندهم الدعم عندهم الاستفاده، يصير على دكتور قولهم محمد وين وين، انت تستفيد هم يستفيدوا. معلش بس أراقب على ال يا دكتور محمد ممكن يعني. مشاركه دكتور محمد اعلق على طيب خل الموضوع. ماشي دكتور عشان بس قليل الدكتور اشرف يعقب على كلام الدكتور حسين، وانت عاد بنعرف فيك اول مره. تسلم تفضل حبيبي دكتور الله اشرف. يسلمك. هو اهلا بحضرتك، وبس احب اعقب صغير على استاذ حسين الشمرتي، هو عضو عندي في الفيسبوك يعني.
لا، احنا باخد المخترع، بشوف فكرته كويسة، بنساعده ان هو يسجل البراءة باسمه، بس في الوقت نفسه بنعمل عقد شراكة معاه، احنا نتولى براءة الاختراع، يعني احنا شركاء الانتفاع مش يا في دكتور البراءة. أشرف، مش في البراءة، هي براءة اسمه الانتفاع منها. اساسا لا يجوز ان انا، يعني عالميا انت بتسجل براءة باسم ملكية المخترع فكرية. بس، ملكية فكرية بس، نعم النهارده اصرف على البراءة دي، فبنعمل شراكة مشتركة. يعني نعم ايه؟ لأن هذا بزنس، تحولنا من بنأسس، براءة إلى بنأسس، عمل تجاري. لا لا ايوه، بأسس شركة خاصة بالمشروع ده، تمام وبديله فيها تمام من 30 ل 40% كنصيب، والباقي كله علينا تسويق نعم، البراءة والحاجات دي، بيبقى ده المس بالعكس، اندرستاندينج مش اكتر وهذا من اللي نقوله كده. دكتور أشرف، يعني هذا اللي فعلا يعطي أمل للمخترعين المبتكرين إنه ما تكون براءاتهم في أدراج المكاتب، لا يكون فعلا في هذا اللي فعلا يعني في المجلس العربي. وزي ما قالت الدكتورة سلوى من فترة، احنا بنفكر عملية كيف الاستفادة من الإخوان ونكون حلقة تواصل. وبالعكس يعني أنت وجودك والتعرف عليك يعني صار في نافذة امل للاخوان، لانه كثير كانوا يعني يستفسرون مننا احنا عندنا براءات كيف نصنعها كيف نصرفها. فعلا دوما المخترع ما يملك الماده، قله من المخترعين والمبتكرين اللي عنده الماده والفكره. فبالعكس هذه التعاونات هي اللي تخلق العمل. دكتور عشوان، اولا دكتور عشوان احد القامات في المنطقه والمخترعين وله براءات اختراع، ما ادري عاد اذا الدكتور اشرف سبق تعرفته، ولكن تفضل دكتور عشان هو عضو مؤسس في المجلس معنا أيضا. ما شاء الله ما شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا دكتور. الدكتور محمد سراحي، كله بركة اللي جمعنا بالدكتور أشرف وبالقامات الموجودين معانا في ربنا يكرمك الجروب، يعطيكم العافية. أنا مستشار ملكية فكرية مخترع ومستشار في الملكية الفكرية، ما شاء الله. ودي أعلق على الدكتور على المهندس شبرتي اخوي المخترع العراقي. انا ادري ان المخترع يعني ممكن يلتمس عنده الفيوزات وتضرب الفيوزات اذا ذكر عنده ان احد بيدخل معاه في الاختراع او ان احد بيصنع اختراعه. الاختراع مقسوم الى قسمين، القسم بالضبط الفكري اللي هو المخترع، هذا ما احد يقدر يدخل في الاختراع، بس في القسم الثاني اللي هو الملكيه الماديه، يعني ممكن انه يدخل شركاء ويطلع شركاء ويدخلهم بموجب العقد ويتقاسم الفوائد الماديه بينه وبين الشركه او الممول او المستثمر بنسبه معينه ولفتره معينه. شفت؟ لان الملكيه نوعين، ملكيه فكريه وفكريه وملكيه ماديه. شفت؟ هو حق الشراكه. الاستنفاع من المنتج او ايوه الفكره. نعم بالعكس، هو اي وضح بصوره جميله، احنا محتاجين يوضح اكثر من كده عشان دكتور الشمالتي ان شاء الله. لا، هو الدكتور يعني للمعلومية الدكتور عشوان هو كمان عنده مكتب خاص بإنجاز براءة وتسريع الاختراع البراءات، يعني ما شاء ما الله. شاء الله ما شاء الله. هكذا بس أنا ودي أوضح للدكتور المهندس شبرتي أن الموضوع فيه سعة كبيرة. طبعا ما راح أحد يدخل معك في ملكية الفكرية، راح أنت تكون المخترع على مر الزمان وعلى مر السنين، وخلاص أنت مسجل الاختراع باسمك أنت، ولا راح أحد يدخل معك في الملكية الفكرية. أنا بس الملكية المادية ممكن أنت أنك تدخل شركاء. يعني فيه بعض الشركات الحين تلقى المخترعين أفراد بس الملكية كلها للشركة اللي هي ملكية الاختراع، هي اللي تملك الاختراع وهي اللي تصرف على الاختراع. بس ليش؟ لأن الشركة ككيان اعتباري ما له حق أنه يفكر، يعني ما يقدر يفكر ولا يقدر أنه يسجل براءة اختراع، أنه يعني أنه يسجل اختراع باسم الشركة. ان الشركه هي الفكريه، هي اللي هي لان الاختراع عباره عن نتاج فكري، والنتاج الفكري لازم يكون شخص هو اللي مدخل فيه. بالظبط بالظبط. احب وتشرفت. اعقب، احب اعقب بس، احنا يعني برضو ايه، احنا في يعني الدكتور المهندس الشمرتي رغم انه صديق على الفيسبوك يعني موجود، بس احنا المخترع بنسجل البراءة باسمه الشخصي، ولكن بنكتب معاه اتفاقية ان احنا هنعمل شركة، انت ليك في الشركة دي 30%، واحنا بنبقى مثلا بنسبة كذا، بنختلف او يزيد او يقل حسب قوة البراءة نفسها استثمارية. وبعدين ساعات بيبقى عندنا مكاتب في كاليفورنيا مثلا، بقول له أنا عندي اختراع ده أسوقه إزاي؟ يعني هو بيقول لي أسوقه إزاي؟
يعني مثلا في حاجه صغيره كده كانت بتنزل الكهرباء، قال لي احسن حاجه بيعها لشركه التكييف على طول. يعني هبيعها ازاي؟ فاحسن حاجه بيعها لشركه التكييف. اما الشغل بتاع الاتش او اتش ده، ده بيقول لك لا، ده اعمل الجهاز وشارك بالجهاز. يعني بقول له انت اعمله سيرفيس بالظبط، انت بتبذل طاقه، بتكلف الطاقه قد كده، سي مثلا 200 مليون جنيه مثلا موجوده عندنا في احدى الحالات، قلنا له خلاص احنا عن طريق الاجهزه بتاعتنا دي انت هتدفع مقدم قد كده في الاول، فبيدفع المقدم اللي بنصنع بيه الاجهزه، وبعد كده بنركب لك الجهاز وبيوفر طاقه قد ايه، بيبقى نص الطاقه التوفير ليا ونص ليك. حتى دو اللي موجود في الامارات عملنا الموضوع ده معاه، 7 مليون درهم. ها قلنا له احنا هنركب الاجهزه والحاجه زي كده، هيوفر لك قد ايه؟ هيوفر لك 3 مليون، احنا هناخد 1.5 وانت 1.5. جميل جميل جدا. يعني نوع بتتصرف ونملك البراءه. يعني زي ما اتفضلت ان انا انقل من مكان لمكان لمكان، انا املك البراءه